السنه ان الانسان يغتر والوتر بعد صلاه العشاء يبدا من بعد صلاه العشاء الى قبل اذان الفجر كنا سنة يا صلاة يا ويتري سنة صلاية بعد العشاء بكى هادي قبل يا أذان الفجير بل سنة مؤكدة واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر وفي السفر لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم قط أو 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 سفاري أقل الوتر ثلاث ركعات ويتري ايه ركعة زاتيني ني ركعة أقل القليل ركعة ركعة زاتيني كبسة ركعة موجة أكثر الوتر إحدى عشر ركعة نائي وابو بس ركعة ركع أفضل وقت للوتر ثلث الليل الآخر يعني قبل الفجر تقريبا بثلاث ساعات wakati bora wa mtu kuswali swala ya witri ni katika thuluthi ya mwisho au usiku wa mwisho kabisa kukaribiana na alfajiri lakini kwa masaa matatu lakini idha af anh ynam ila adhan alfajr yutir qabla an yanam lakini iwapo mtu anaofia kwamba yeye hataweza kuamka usiku basi aswali as salatu lwitri kisha alale naam kadhalik ndna iyam llail tuna kisimamo cha usiku يصلي ركعتين 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 كصلي قيام الليل ان اكون ركعه امبيلي ركعه ركعه يصلي صلاه الضحى كذلك ركعتين 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 نا صلاه الضحى في الفيلم بعد ان تطلع الشمس يعني تقريبا بعد اذان الفجر بساعه ساعه وربع إلى قبل الظهر تقريباً بعشرين دقيقة نا وَصَلَاتُ وصلاة الظهر نبادى كومبا موزة بعد الفجير نتوكى نجيوالي ميتشو موزة نعيزك صلي صلاة الظهر نا وقتي كَبْلَ نعيزك قبل والله أعلم